بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سيدة والسادة الوزراء، وزراء المنتدبين وكتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم الأخير ديال الأبناء ديالنا كيدوزوا البكالوريا، فضروري ندعيوا لهم بالتوفيق والثبات والنجاح، وندعيوا الوزارة الوصية حتى هي بالتوفيق إن شاء الله. نتمنوا الأبناء ديالنا كل خير، هما زاد المستقبل، هما مغرب المستقبل، فلذلك نهتموا بهم، نهتموا بالتكوين ديالهم، نهتموا بالبناء ديالهم إن شاء الله. وهذا احنا متفائلين، لأن يبدو أنه يعني الأمور تسير بخير وبالطريقة المناسبة، فلذلك أولا هنيئا لهم، ثانيا نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. ثانيا بغيت فعلا نهنيو الحكومة، ونهنيو البرلمان، ونهنيو الوزراء والوزراء المعنيين، اللي على رأسهم السيد وزير الاقتصاد والمالية، على كون الحمد لله تمت المصادقة على قانون المالية في القراءة الثانية في مجلس النواب، بعد أن كان قد صدق عليه في مجلس النواب، في مجلس المستشارين، وبأغلبية مهمة جدا، 199 صوت، يعني بأغلبية مطلقة صدق عليه. فهذا الحمد لله شيء جيد، شكرا للسيد الوزير وبالتوفيق إن شاء الله. وأيضا لخبر مهم، هو صدق في اللجنة المعنية على قانون التغطية الصحية للأجراء المستقلين ولمهن الحرة، وهذا القانون اللي قدمه السيد وزير الصحة، ياك انت اللي قدمته السيد وزير، السيد وزير الصحة، فمشكورا. وكنهني أيضا أعضاء اللجنة، وكنهني الحكومة، لأن هذا واحد المشروع مهم جدا في تعميم التغطية الصحية، ومهم باش يكون التوازن في نفقة الصحة، بدلا من يتحملها تحمل جزء أكبر منها المواطنين، غادي يتحمل الأنظمة ديال التغطية الصحية جزء، وغيخفوا على المواطنين، وهذا من أكبر مداخل العدالة الاجتماعية. فلذلك كان هني السيد الوزير، وهذا شيء مهم، والأهم أنه صادق عليه بإجماع، فلذلك لابد أن نشكر جميع السادة النواب والنائبات المحترمات الذين اشتغلوا على هذا القانون وخدموا فيه بأفق وطني وبنفس وطني، فهنيئا لنا جميعا. هاد مجلس الحكومة فيه جوج مواضيع أساسية مع مواضيع أخرى فرعية. موضوع أساسي هو غادي نستمعوا لواحد التقرير ديال السيد وزير التعليم فيما يخص سير تنظيم امتحانات ديال البكالوريا، وغادي يبقى الملف ديال التعليم حاضر عندنا باستمرار السيد الوزير. عندنا مواعيد أخرى في المستقبل إن شاء الله، وحنا بغينا نكونوا في الصورة، وبغينا نتابعوا هاد الأوراش، وبغينا نعطيوه الاهتمام اللازم، وحنا موجودين كلنا باش نوفيو بالالتزام ديالنا، اللي نحاولوا ما أمكن نعطيوا دفعة حقيقية من حيث الكم ومن حيث الكيف والجودة لنظامنا التعليمي، لأنه هو مدخل التقدم، مدخل العناية للمواطن، مدخل الكرامة ديال المواطن، ومدخل الأساس لكرامة الوطن. ثم بعد ذلك غادي نستعرضوا، غادي نصادقوا على عدد من المراسيم، 21 مرسوم تخص الجماعات الترابية، مجالس الجهات، مجالس عمالة الأقاليم، والجماعات الترابية جماعات. هاد المراسيم احنا كنعتبروا هاد الورش ديال الجهوية مهم جدا، ودي الاستكمال بناء القانوني من خلال إخراج هاد المراسيم ديال الجهة وديال الجهوية وديال الجماعات الترابية عموما، كنعتبروا أهمية مهمة. صحيح أن هذه المراسيم هي تقنية أكثر اليوم، ولكن هي أساسية بالنسبة للعمل للمنتخبين، وبقت بعض المراسيم، والسيد وزير الداخلية إن شاء الله سيعمل على أن تأتي في القريب باش نستكملوا هذا الورش إن شاء الله. فشكرا السيد وزير الداخلية
إذن إلى العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.